السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله في ليبيزود نيميرو 4 غادي نهضروا على لو بيلون، الحصيله ديال الشركه. الوغ بالنسبه للتعريف ديال البيلون، تنقولوا بان البيلون هو واحد الطابلو، جدول ست الطابلو اللي تيعطينا الوضعيه ولا الثروه ديال المقاوله ولا ديال لونتربريز في واحد لادات، في واحد التاريخ معين. وتنشوفوا الوضعيه ديال الشركه دائما في 31 شهر 12 في كل سنه، يعني بوندون ان اكزرسيس كونطابل، يعني في 31 شهر 12 في كل سنه تنعرفوا الوضعيه ديال لونتربريز، بمعنى ما لها وما عليها. داكوغ، هاد لي دو كولون ولا هاد الجدول قلنا تيتكون من دو كولون، ان كول لا كولون دووات يعني اللي على اليمين تنسميوه لو باسيف اللي هو الموارد، يعني من تيجيونا التمويل مثلا ديال الشركه، التمويل ديالها الاصل ديالو اللي هو نورمالمون راس المال مثلا ولا لي زونبرون، دوك يعني القروض اللي تتاخذ المقاوله. ولا كولون غوش يعني الجهه اليسرى تتسمى لاكتيف، اشنا هو لاكتيف؟ كل ما تتمتلك المقاوله، يعني لي بيان لي كريونس و لارجونس كون ابيل لا تريزوري اكتيف اللي تتسمى لومبلوا. بمعنى البيلون في سي ان تابلو اللي فيه دو كولون، كولون دووات كولون غوش، كولون دووات تتسمى الباسيف او بيان الغوسورس، والكولون دووات تتسمى لاكتيف او بيان لومبلوا. اش نقصدو بالباتريمون؟ الباتريمون ولا الثروه هي كل ما تتمتلك لونتربريز، يعني لي بيان ديالها، وتنحيدو منهم لي بيان لي كريونس والتريزور اكتيف، تنحيدو منهم لي ديت يعني الديون ديالها، والديون سواء الديون اللي هما قل من سنه او لا الديون اللي تيبقاو اكثر من سنه، ودائما تنحسبوه مثلا في لو 31 في كل سنه معينه. دونك بالنسبه للبريزونطاسيون قلنا بان البيلون ان دات دوني تيكون فيها لا كولون واحد تيتسمى لي زومبلوا، ولا كولون لوتر كولون تيتسمى الغوسورس. وتوجور بالنسبه للبيلون خصها تكون عندنا ليغاليتي، يعني ليغاليتي بين لاكتيف، لاكتيف هي كل ما تتمتلك المقاوله، والباسيف هما الديون ديالها. يعني دائما في الاخر ديال السنه غادي يكون عندنا هاد ليغاليتي، ولكن بعض الاحيان تيكون عندنا اما لاكتيف كبر من الباسيف ولا الباسيف كبر من لاكتيف. دونك هنا خصنا نحسبوا لو ريزولتا، يعني النتيجه، واش لونتربريز عندها ان بينيفيس ولا عندها اون بيرت يعني خساره. الى عندنا بينيفيس تتسمى غوسورس انترن، يعني هذا الربح هذا راه خداته الشركه من لاكتيفيتي ديالها، من النشاط الاقتصادي ديالها، ملي تتشري مثلا واحد السلعه لا مارشانديز تعاود تبيعها، دونك خصها تبيعها بواحد الربح، يعني واحد الفارق بين الثمن ديال الشراء والثمن ديال البيع. هذاك البينيفيس تنرمزوا ليه بلو سين بلوس، وتنكتبوه في الكوتي غوسورس. داكوغ، والا كان بيرت يعني سكون ابل الباسيف كبر من الاكتيف، تنقولوا عندنا خساره. داكوغ، يعني تنرمزوا ليه بلو سين موه، يعني الاشاره ناقص، ودائما تيكون في الباسيف. ناخذ واحد لابليكاسيون مثلا بالنسبه لمسيو خالد في لو 1 جانفي 2020، انه الى ديسيدي دو كريي سون لونتربريز، يعني قرر انه يكريي واحد المقاوله ديالو، يعني ياسس المقاوله ديالو. باش ياسس هذه المقاوله الى ابورت، يعني جاب معاه واحد لا سوم جلوبال، واحد 400 ميل درهم. هاد لا سوم سوا جمعو مني كان سالاري، ولا خداه من عند لا فامي ديالو، ولا من عند الاصدقاء ديالو. دونك الى ابورت ان سوم، واحد لا سوم دو 400 ميل درهم، دونك بما فيه 280 ميل وضعها في لا كاس، اي لو ريست وضعو في لا بونك. بمعنى ملي تجيب راس المال خصك تفتح واحد الكونت بونكير، تتوضع فيه واحد ذاك المبلغ المالي. الوغ دونك غادي نطرحوا لا كيسيون، فين هما لي زومبلوا؟ فين استعملنا هاد الفلوس هادو؟ والاصل ديالهم منين جبناهم؟ سيتادير لي غوسورس. دونك ملي تنقولوا لي غوسورس هو سي ان ابور، ابور يعني الحصه اللي جاب هو تتسمى ابور جلوبال، دونك هذا هو الغوسورس سيتادير 400 ميل درهم. فين وضع هاد الفلوس هادو اللي جاب معاه؟ اون بارتي ديبوزي اون كونت بونكير، اي اون بارتي ديبوزي اون كاس، بمعنى واحد الجزء حطو في لا بونك، واحد الجزء حطو في لا كاس. دونك قلنا بانه لا كاس وضع فيه 280 ميل،
غادي ناخذوا 400000 ونحيدوا منها لا بارتي ديبوزي اون كاس اللي هي 280000، غيبقى ليا لو ريست هو 120000. هاد 120000 اللي ديبوزي في الكونت بانكير. تلاحظوا معايا بان توجور لومبلوا ايغال ريسورس. دونك هذاك لو تيرم امبلوا ولا ريسورس نقدروا نشانجيوه لو تيرم امبلوا بالاكتيف، لو تيرم ريسورس بالباسيف. وغادي نرسموا البيلون قلنا فيها دو كولون اكتيف اي باسيف. دونك شنو هو الاكتيف؟ دونك بمعنى عندي في البنك ديالي مسيو خالد عنده في البنك ديالو 120000 يعني ديال المقاوله، سي 100 اكتيف كل ما تيملك، وتيملك ايغالمون 280000 في لاكيس ديالو، يعني لاكيس هو يعني كل ما هو يعني سي د لارجون ليكيد. ولكن هاد الفلوس منين جاو تيتسمى ابور. ابور بمعنى الحصه ديالو تتسمى كابيتال، ونورمالمون تتسمى كابيتال بيرسونيل حيت مسيو خالد لو انه كانت السوسيتي غادي تسمى كابيتال سوسيال. دونك 400000. دونك تتشوفوا معايا بان ديك البرانسيب ديال ليغاليتي اكتيف او باسيف الي ريسبكتي. دوزيام ابليكاسيون، لي زيليمون كونستيتيون اون ميزون دو كوميرس سو بريزونت انسي لو 1 جانفي 2020. المطلوب منا اننا خصنا نحددوا لو مونطون دو كابيتال، خصنا نحددوا راس المال، اي اون فا بريزونتي سكون ابيل لو بيلون دو سات ميزون دو كوميرس. دونك تو دابور اون فا بوزي لا كيسيون، شكون هما لي زيليمون داكتيف وشكون هما لي زيليمون دو باسيف؟ اشنو هما لي زيليمون داكتيف؟ ما تملك هاد الميزون دو كوميرس وما عليها، ما لها وما عليها. جو بوز لا كيسيون، الماتيريال واش ديال الشركه ولا ماشي ديال الشركه؟ الماتيريال تيسوى 30000 درهم ديال الشركه، سي سون اكتيف. الموبيلي دو بيرو تا هو سي اكتيف. المارشانديز هذاك الميزون دو كوميرس هذيك السلعه شراها باش يعاود فيها البيع، دونك ديالو سي سون اكتيف. لا بونك فيها 2000 درهم، هذيك 2000 درهم ديال لونتربريز سي دادير اكتيف. لا كيس 5000 درهم سي اكتيف. لو كابيتال اون فا كالكولي لو كابيتال، لو كابيتال تتسمى اون ديت، سي دادير كي دي ديت يعني دين، سي دادير غوسورس، دونك غوسورس. والفورنيسور تتسالو 10000 درهم بمعنى اون ديت، دونك عندنا جوج لي ديت وعندنا 5 جوج في لي باسيف وعندنا 5 في لاكتيف. ولكن الشوز اللي خصنا نحسبو، خصنا نحسبو المونطون ديال الكابيتال. اشنو خصنا البرانسيب عندنا؟ توجور في البيلون دو فيرتور، البيلون دو ديبار ديال لو 1 جونفي مثلا، تيكون عندنا توتال اكتيف تيساوي توتال باسيف، ولكن ما تكونش عندنا ني ريزولتا بوزيتيف ني ريزولتا نيجاتيف، يعني ما تكونش عندنا لا ربح لا خساره. دونك البرانسيب عندنا شنو هو؟ نورمالمون توتال اكتيف تيساوي توتال دو باسيف، والتوتال دو باسيف داخل معاه لو كابيتال. داكور، دونك غادي نخرجوا لو كابيتال، غادي تعطينا الكابيتال هو التوتال اكتيف مو التوتال دي ديت. شكون هما لي ديت اللي عندنا في هذا ليكزومبل هذا؟ عندنا سولمون الفورنيسور. داكور، باش نحسبوا الكابيتال تا هو في بارتي ديال لي ديت، ولكن خصنا نحسبوه، ما عرفناش المونطون ديالو. دونك التوتال داكتيف الا جمعنا الماتيريال دو بيرو الماتيريال والموبيليو والمارشانديز ولا بونك ولا كاس غادي يعطينا 44000 درهم، مو لي ديت فورنيسور غادي يعطينا 10000 درهم. دونك الكابيتال غادي يعطينا 34000 درهم، يعني راس المال غادي يعطينا 34000 درهم. وإلا زدنا 34000 درهم على 10000 درهم غتعطينا 44، والتوتال اكتيف 44000 درهم، والتوتال باسيف 44000 درهم. دونك اون فا ايتابليغ لو بيلون لو 1 1، لاكتيف راه عندنا لي زيليمون ديالو، والباسيف عندنا لي زيليمون ديالو، وتوجور ما عندناش الريزولتا. بوركوا ما عندناش الريزولتا؟ بويسكو التوتال اكتيف تساوي التوتال باسيف. دونك كونسيرنون لا ستركتور دو بيلون، البيلون قلنا فيها سي ان تابلو، في اون بارتي تتسمى اكتيف اي اون بارتي تتسمى باسيف. دونك لو تيرم امبلوا ريسورس غادي نخليو، غادي نبقاو نستعملو لاكتيف ولو باسيف. دونك لاكتيف يعني ديفيزي اون 3 كاتيجوري، والباسيف حتى هو ديفيزي اون 3 كاتيجوري، خصنا نميزو بين لاكتيف والباسيف. داكوغ، دونك عندنا لاكتيف ايموبيليزي في لاكتيف، لاكتيف سيركيلون اور تريزوري، تريزور اكتيف. باسيف عندنا الفينونسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون اور تريزوري عندنا باسيف، باسيف عندنا باسيف سيركيلون اور تريزوري، وعندنا تريزور باسيف. اون فا اكسبليكي هادشي اون ديتاي ان شاء الله. دونك بالنسبه لاكتيف قلنا فيه 3 زيليمون، دونك كومونسون باغ لاكتيف ايموبيليزي. اشنا هو لاكتيف ايموبيليزي؟ هما دي زيليمون ديال المقاوله، يعني دي بيان ديال الشركه، ولكن اللي تيبقاو في المقاوله اكثر من عام، اكثر من ان اكزرسيس كونطابل، بمعنى ملي تنشريهم ما تيبقاوش عندنا واحد 10 ايام ولا 15 ولا 3 شهور ولا 4 شهور ولا 6 شهور ولا 11 شهر، تيبقاو عندنا اكثر من 12 شهر، يعني بلوس دان اكزرسيس كونطابل. شنو هو ان اكزرسيس كونطابل؟ هو واحد لا بيريود اللي تتجاوز سنه، ومن خلالها اون فا ايتابليغ سو كون ابيل لو بيلون.
مثلا ملي تتشريو ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو ترونسبور راه المده ديال الاستعمال ديالو راه هي 5 سنوات. ملي تنشريو موبيليو دو بيرو راه الموبيليو دو بيرو راه ممكن تمشي المده ديالو حتى 10 سنوات الاستعمال ديالو. ملي تنشريو ماتيريال دو بيرو راه المده ديالو ممكن تمشي حتى 5 سنوات. ملي تنشريو واحد الكونستركسيون ديال الشركه بنايه فين تنخدموا سواء الميزون دو كوميرس ولا لاتولي ولا اكسيترا، دونك راه تبقى عندنا من 20 سنه حتى 25 سنه. ملي تنشريو ماتيريال انفورماتيك راه تيبقى عندنا 5 سنوات. ملي تنشريو امبريمونت راه تبقى عندنا اكثر من 5 سنين. دونك هما لي زيموبيليزاسيون اللي تنشريو وتيبقى عندنا اكثر من سنه، ولكن هاد لي زيموبيليزاسيون سواء لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور سواء بحال لي فري دو كونستيتيسيون دوك المصاريف ديال تاسيس الشركه ولا لي فري les immobilisations en incorporelles, maintenant le brevet ou le fonds commercial, ou les immobilisations corporelles, la construction, terrain, matériel, outillage, etc. Ou bien les immobilisations financières, les titres de participation. On a également l'actif circulant hors trésorerie. Les seminaires actifs circulant hors trésorerie, ce sont des biens et des créances, mais انهم مازال ما تحولوش الفلوس اور تريزور، بمعنى مازال ما تحولوش مثلا سيد لو ستوك ولا لي كريونس كليون، ولكن او بيان لي تيتري فالور دو بلاسمون، ولكن ماشي فلوس داكور. هادو سيركولون بويسكو لا ديغ دو في سون اكتيف يعني ديال المقاوله، ولكن تيبقاو اقل من سنه. مثلا سكون ابل لو ستوك، لو ستوك هو ديك السلعه اللي تنشريو باش نعاودو فيها البيع ولا نستعملوها، مثلا ستوك دو مارشانديز. انا في المحل مثلا عندي مثلا في 20000 درهم ديال السلعه ولا 300000 درهم داكور، هذاك تيتسمى ستوك، سواء غادي نستعملو الا كنت شركه صناعيه ولا غادي نعاود فيه البيع الا كنت شركه تجاريه تنشري وتنعاود بيع. سكون ابيل لاشا الى فونت اون ليتا. كاين ستوك، ملي تنهضرو على ستوك كاين ستوك دو مارشانديز، ستوك دو ماتير بريمير، ستوك دو ماتير فورنيتور كونسومابل، ستوك دو امبالاج، ستوك دو برودوي فيني، ستوك دي زونكور اكسيتيرا. كاين ايغالمون لي كريونس. لي كريونس اشنو هو لي كريونس؟ تنقول انا مدين لشخص ما داكور، يعني انا تنسل شخص ما. انا ملي تنبيع سلعه لمن تنبيعها؟ تنبيعها للكليان، هذا الكليان يقدر يخلصني يقدر ما يخلصني، دونك ملي تنبيع ليه ومازال ما خلصني تنقول انا تنسل واحد لا كريونس للكليون، الكليون هو الزبون. وبيان ممكن تسل الدوله، ها دابا مثلا واحد الضريبه، مثلا ملي تنشري واحد السلعه راه ضروري تكون فيها لا تيفيا، ملي تنشري انا تنسل الدوله هذيك لا تيفيا، تتسمى لا تيفيا ريكوبيرابل. كاين ايغالمون لي تيتري فالور دو بلاسمون، لي تي في سو سون دي سي في بارتي ديال لاكتيف سيركيلون، ولكن تيتسماو دي كريونس. كاين ايغالمون تريزور اكتيف. اشنو هي تريزور؟ هي الخزينه. اكتيف يعني سكون ابيل لي ديسبونيبيليتي دو لونتربريز، ولي ديسبونيبيليتي سي دادي لارجون دو لونتربريز تتكون عندنا في ثلاثه الحوايج، اما تيكون عندنا الفلوس في البنكا تتسمى لا بانك سول ديبيتور، ولا تيكون عندنا لارجون بالنسبه يعني تنقولوا بانه كاينين لا كاس لا بونك اي لي كونت ايشيك بوستو. بالنسبه للباسيف عندنا الفينونسمون بيرمانون. شنو هو الفينونسمون بيرمانون؟ هما لي ديت لون تيرم، هما لي ديت لون تيرم باش نمولوا البروجي ديالنا، مثلا باش نكري سوسيتي تيكون عندي لو كابيتال، الا كنت بيرسون يعني بيرسون فيزيك شخص واحد تسمى كابيتال بيرسونيل، ولكن الا كانوا الشركاء في المقاوله تسمى كابيتال سوسيال. كاين ايغالمون لومبران هو مثلا ملي ما تيكفينيش راس المال في البروجي ديالي في لا كرياسيون دونتربريز تنمشي للبنكا وتناخذ واحد لومبران تيتسمى اونبران اوبخي دي زيتابليسمون دو كريدي، حتى هذا داخل في الفينونسمون بيرمان او ما يسمى بالتمويل الدائم. او بيان عندنا ايغالمون لي فورنيسور دي موبيليزاسيون، مثلا شريت واحد الماتيريال دو ترونسبور، ولكن هذا الماتيريال ملي تنشري ما تنخلصوش سير بلاس، يعني تناخذو بحال لا تناخذو تنبقى نخلص واحد لا سوم دارجون كل عام، يعني المده مثلا ديال 5 سنوات. دونك هنا ملي تنشري ديك لي موبيليزاسيون مثلا واحد الماتيريال دو ترونسبور ما تنقولش خديتهم من عند الفورنيسور، تنقول خديتهم من عند الفورنيسور دي موبيليزاسيون. كاين عندنا ايغالمون لو باسيف سيركيلون اور تريزوري. اشنو هو الباسيف سيركيلون اور تريزوري؟ هما دوك لي ديت، ولكن لي ديت ا كور تيرم اللي تيكونوا قل من سنه. مثلا شكون اللي ممكن يتسالني انا مثلا كوم اون اونتربريز؟ ممكن يتسالني الفورنيسور،
ممكن تسالني الدوله اللي تنهضروا على لي زامبو، ممكن يتسالوا لي البيرسونيل ديالي، الناس اللي خدامين معايا مازال ما خلصت لهم لي سالير ديالهم ممكن يتسالوني، ممكن تسالني زورغانيزم سوسيو مثلا لا سي ان اس اس، لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال، بويسكو ملي تيكون عندي لي بيرسونيل اللي مسجلين في لا سي ان اس اس ضروري خصني نخلص لهم لي كوتيزاسيون داكور، وممكن يتسالوني ايغالمون لي زاسوسي، حيت لي زاسوسي ممكن يعطيو كريدي، يعطيو الفلوس للونتربريز وعندهم الحق ريكوبيريو هذوك الفلوس. وعندنا ايغالمون لا تريزوري باسيف اللي هي مثلا ماشي اون برا، ولكن لا بنك تعطيك ما يسمى بالكريدي دو تريزوري او بيان لي فاسيليتي دو كاس. شنو تنقصدوا باللا فاسيليتي دو كاس؟ بمعنى لا بنك تقدر تعطيك الارجون، تسمع عندك الكونت روج يعني ما عندكش فلوس، ولكن ممكن تسحب من الكونت ديالك كشركه، ممكن تسحب الكونت ديالك ان سيغتان نيفو مثلا حتى 10000 درهم، ولكن تتكون ا كورت بيريود، تتكون واحد المده اقل منك من 15 يوم، يعني ممكن نسحب من الكونت ديالي واخا انا اصلا ما عنديش لارجون، جي با دلارجون، ولكن ممكن نسحب ان سيغتان مونطون. كاين ايغالمون لي فاسيليتي دو كاس، وكاين ايغالمون ديكوفير. ديكوفير الفرق بينهم مع فاسيليتي دو كاس هو تيديروا لي زونتربريز اللي تي باش ايفيتيو داك لي شيك ام بي، تيرجعوا لهم لي شيك سون بايمون باش ما يمشيوش للمحاكم، دونك تيخليو بوندون واحد لاني يعني عام، يعني هو تيكون ا لون تيرم، ممكن يتخلصوا الشيكات ديالهم اللي تيعطيهم لي فورنيسور ديالهم، ميم سي انهم ما عندهمش لا ليكيديتي في لا بنك ديالهم. دونك بريف الستركتور ديال البيلون قلنا عندنا لاكتيف والباسيف. لاكتيف شنو فيه؟ فيه لاكتيف موبيليزي، لاكتيف سيركيلون او تريزوري، او تريزوري باسيف. والباسيف شنو عندنا فيه؟ فيه عندنا الفينونسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون اور تريزوري، عندنا تريزوري باسيف.